قفزت القروض العقارية التي منحتها البنوك التجارية في المملكة للأفراد والشركات بنهاية الربع الثاني من هذا العام بنحو 40% لتصل إلى ما يزيد عن 500 مليار ريال مقارنة ب 359 مليارا بنهاية الربع الثاني من عام 2020. وارتفعت قيمة القروض الممنوحة للأفراد بنسبة 54% خلال الربع الثاني 2021 لتصل إلى نحو 385 مليار ريال. كما بلغت القروض العقارية الممنوحة للشركات إلى نحو 118 مليارا بنهاية الربع الثاني من عام 2021. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا المستشار العقاري خالد الجاسر. مساء الخير أستاذ خالد، أهلا بك معنا في نشرة السادسة عبر الإخبارية. يعني بداية هذه القفزة في القروض العقارية التي منحتها البنوك التجارية بنهاية الربع الثاني من هذا العام، زيادة تقدر بحوالي 40%، يعني ما العوامل بداية أستاذ خالد التي ساعدت على هذا الارتفاع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبيعة الحال هناك عوامل كثيرة أدت إلى الارتفاع بهذا الأمر، منها على سبيل المثال تسهيل إجراءات الحصول على القروض العقارية، خصوصا بعد أن جعل مسألة إدارة التمويل العقاري من خلال صندوق العقاري ثم من خلال هيئة المقيمين في حال تقييم العقارات، مما سهل على حصول على القروض العقارية بأسرع مما كان يحدث سابقا. لكن إن أردنا أن ننظر إلى تسارع في ارتفاع الـ 40% السنة هذه عن سنة قبلها، نجد أنه من عام 2016 بدأت ارتفاع نسبة التمويل من 188 مليار إلى الربع الثاني من عام 2021 وصل إلى 502 مليار. لو نظرنا إلى 2019 أيضا كذلك الربع الثاني وجدنا أن الزيادة عن 2020 أو تنقص 2019 عن 2020 قرابة 100 مليار، مما يعني أن الزيادة الآن من 2020 الربع الثاني إلى 2021 الربع الثاني 150 مليار، هذا يعني أنه في زيادة مستمر في مسألة التمويل. لكن يبدو الزيادة متسارعة أكثر خلال هذا العام، يعني ربما يعني بحسب هذه الأرقام، هل يعني مشاريع وزارة الإسكان أو توسع وزارة الإسكان بمشاريعها له دور في ذلك؟ هي منظومة متكاملة، متى ما تعطل جانب من جوانبها تعطل الجميع، ونجد أن هذه المنظومة هي العنق الزجاجة فيها وزارة الإسكان. وزارة الإسكان الآن لم تقصر في وضع الكثير من البرامج التي ساعدت على توفير مسكن للمواطن. فدور وزارة الإسكان في هذا الأمر بالتنسيق مع جهات تمويلية وجهات القائمة على تقييم العقارات مثلا كشركة أماكن، نجد أنهم لهم دور كبير في تسريع في توفير التمويل المناسب للقرض العقاري. توفير أيضا القرض المناسب من قبل البنوك وشركات التمويل، لكن هل يعني الإجراءات يعني طريقة يعني استقبال المواطن وبالتالي تعرفه على الخيارات التمويلية المناسبة، هل أيضا لها دور في ذلك أم تحتاج إلى مزيد من التحسين؟ طبيعة الحال هي طبعا كل ما يزيد يتقادم الوقت تحتاج الأمر إلى تطويره، ولا سيبقى الحال على ما هو عليه. لكن البرامج الحالية الموجودة في وزارة الإسكان قرابة يمكن اللي يفوق 16 برنامج، هذه كلها أدت إلى أن توفر المسكن بأسرع وقت ممكن والخيار الأمثل للمواطن، وأيضا وفرت له الجهات التمويلية وركزت بأن يكون في جهة واحدة وهي صندوق العقاري، من خلال صندوق العقاري تستطيع الحصول على قرضك، كما أنها يسرت على الذين ذوي الدخل المحدود بالتقليص أن لا يكون لهم نسبة فائدة في إذا كان لهم راتب معين. وبالتالي كل هذه البرامج لها دور كبير جدا في أن سهلت المواطن الحصول على منزل مناسب. طيب انطلاقا من هذه الأرقام وهذه النسب، يعني توقعاتك أستاذ خالد لما تبقى من عام 2021؟ سيكون في تسارع وزيادة في مسألة التمويل، لأن إذا رأينا من عام 2016 حتى الربع الثاني من عام 21 نجد أن بدأت من 188 مليار إلى أن وصلت الربع الثاني 502 مليار، ولو وجدنا من الربع الثالث والرابع من كل سنة من عام 2016 حتى عام 2020 وجدنا أن هناك زيادة مستمرة في مسألة التمويل، مما يعني أننا نتوقع أن يكون هناك زيادة. لكن لا ننسى أن يكون هناك أيضا كذلك في نسبة زيادة في القروض الاستهلاكية اللي هي حاجة المواطن لكثير من الأمور الأخرى، ولكن هي ظاهرة إيجابية ولكن بنفس الوقت هي ظاهرة سلبية. فكثرة الاعتماد
قد يعني قد يرهق المواطن في مسألة الالتزامات المستقبلية اللي عليه، وبالتالي سيضطر إلى أن يبحث عن دخل آخر حتى. وهل تؤثر يعني برأيك هذه القروض الشخصية، هل تؤثر يعني على قدرة المواطن على الاستفادة من الفرص العقارية والقروض العقارية والمشاريع؟ صحيح، لأن طبيعة لأن المقياس الأساسي لتمويل المواطن هو قدرته على الالتزام بسداداته، والقاعدة العامة لا يزود القسط عن سلف راتب المتقدم. صحيح. وبالتالي متى ما حصل على قروض استهلاكية، مما يعني أنه سيقل من احتمالية قدرته على الحصول على القرض العقاري، لأن نسبة 33% ستقل مقارنة بمن لا يريد عليها التزامات بقروض استهلاكية. أنا أشكرك، شكر جزيل المستشار العقاري خالد الجاسر، شكرا جزيلا لك.